المركز الثالث، بينما على المركز الرابع ظهر صوغان، على رابع المراكز لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد هو الذي يتابع انطلاقة صوغان على المركز الرابع، وهنا على المركز الخامس يأتي حوران على المركز الخامس لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود وراشد بن عبيد المري هو المضمر. هذه الأسماء الخمسة، هذه التحديات الخمسة، الانطلاقة هناك، البداية بصوغان والنهاية بحوران، خمسة مراكز أخرى تتابع هذا المسار، تتابع هذه النداءات التي نعلنها لمشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام أينما كانوا في هذه الانطلاقات المميزة والتحديات الجميلة. ما شاء الله تبارك الله، البداية وصوغان مسيطر، صوغان معلن أنه سيد الموقف، صوغان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مطالب زي بن لاحج الهايري منتشي المضمرين، يا سلام منتشي ومدلع نفسه معمر على الصدارة مع صوغان هناك في بداية هذه التحديات. بدأ الهجوم الآن، بدأ الضغط الآن، بدأ القادمون يصلون. المركز الثاني شاهين لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن مكتوم المكتوم سيد بن مبارك بن غويث في التضمير والتدريب، وهنا على المركز الثالث هذا هو صوغان لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد اللي غير صوغان، وصوغان بدأ الضغط من صوغان وبدأ أيضا حوران ينتقل للمركز الثالث لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود راشد بن عبيد المري في التضمير، وهنا على المركز الرابع يعود شاهين لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن مكتوم المكتوم سيد بن مبارك بن غويث في التضمير، وهنا على المركز الخامس منتظم على خامس المراكز لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني ومحمد بن خالد العطية هو المتابع لهذا التحدي وهذا المسار. الكيلو والنصف الأخيرة من انطلاقات هذه اللحظات، وصوغان لازال مسيطر. صوغان هنا أيضا يتجه مباشرة إلى المقدمة، إلى الصدارة، إلى المركز الأول، يعلن أنه متواجد، يلحق أيضا بالبقية التي قدمت الأشواط الخمسة الأولى. هو صوغان لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مطار بسيب اللاحج الهايري، السلام سلام 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 سلام. هذا الأداء الجميل اللي قدم صوغان على البداية، وصوغان أيضا على المركز الثاني سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، هناك أحمد بن سلطان بن رشيد الخطير القادم بصوغان في انطلاقة المركز الثاني والمركز الثالث، يصل حوران على المركز الثالث لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، وهناك راشد بن عبيد المري جياش 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 جاشة جياش لسمو الشيخ حمدان راشد المكتوم محمد بن سعيد بن مروشد أيضا منطلق مع جياش على المركز الرابع. هذه المراكز الأربع، التحديات الأربع، المنافسة الرباعية التي بدأت تقترب من خلال مسار هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام، الصراع صوغاني، الانطلاق صوغاني، التحدي صوغاني على البداية، صوغان لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وأحمد بن سلطان بن رشيد على الصدارة، نقل المقدمة الخطير، بدأت خطورة الخطير تتضح مع هذه اللحظة. صوغان على المركز الثاني لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم سيف مطر بسيف اللاحج الهايري، ما شاء الله. ولكن تدخل جياش على المركز الثاني، انتقل للمركز الثاني بقيادة المتعب محمد بن سعيد بن مروشد أيضا الذي قدم جياش إلى المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. إذا الشعار الأزرق مسيطر على هذا الشوط، معلن أنه هذا الشوط اكتسى باللون الأزرق الحامل لهذه الانطلاقة وهذه التحديات. تهانينا والناموس هنا في هذه اللحظة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم على فوز صوغان، والرصيد الثالث أيضا بإنجازاته هنا يسجل صوغان. تهانينا لأحمد بن سلطان بن رشيد المركز الثاني جياش لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، مركز الثالث صوغان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، مركز الرابع هناك حوران لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود. هذه المراكز الأربعة الأولى والمركز الخامس لهجن العاصفة على خامس المراكز. إذا خمسة مراكز العودة للانطلاق، العودة للتنافس، العودة للمنافسة على أرضية هذا الميدان. هذا هو صوغان، 7 دقائق 54 ثانية، 8 من الأجزاء من الثانية. أيضا تهانينا والناموس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، تهانينا لأحمد بن سلطان بن رشيد
التوقيت الزمني الذي حمل أيضا صاحب المركز الثاني. المركز الأول نشوف المركز الثاني جاء فيه انطلاقة أيضا جياش 7 دقائق 54 ثانية 79 جزء من الثانية هو التوقيت الزمني الذي أعلن هذه الانطلاقة. والمركز الثالث كان من نصيب صوغان.